ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا دكتور شيماء الخليلي استشاري العلاقات الأسرية، واللي هنعرف منها النهاردة ايه هو الاكتئاب وايه هو أعراضه. نورتيني، أهلا بيكي، شرفتينا. عايزين نعرف النهاردة ايه هو الاكتئاب، وهل في فرق بين الاكتئاب والحزن، ولا هو الاكتئاب هو الحزن؟ فده اللي عايزين نعرفه النهاردة مع حضرتك. الأول السلام عليكم ورحمة الله، أنا مبسوطة أن أنا معاكي في البرنامج النهاردة. يا رب موافقين. المقدمة بتاعتي الجميلة. فعلا هو مرض العصر، ويعني لو لحقناه في أوله هيفرق كتير جدا، وزيه وزي أمراض كتيرة قوي هو بيبقى مرض كبير وخطير، لكن لو لحقناه في أوله الأعراض بتاعته بتبقى سهلة نعالجها ونتطور بسرعة في العلاج سريعا، بحيث أنه ما يأثرش بأي طريقة سلبية على جوانب حياتنا. لكن لو سبناه واهملناه وطنشنا وما فكرناش ان احنا فعلا ناخد بالاسباب ونتعالج منه ونسال ونسال اهل الخبره يعني ازاي نتعالج منه، لا هيكبر ويتفاقم، وبعد الشر بيبقى بيؤدي يعني الانتحار والمشاكل والحالات كبيره بقى، يعني فقدان يعني هويه وحاجات مشاكل احنا بنعاني عنها. وايه هو الحزن؟ ولا هما الاثنين واحد؟ لا مش واحد. هو الحزن زيه زي مشاعر سلبيه كتير بتحوطنا، بتبقى مشاعر مؤقتة، يعني احنا ممكن حالة وفاة، حالة فشل، حالة سقوط، حالة فقد، حالة سرقة، حالة طب ده كده بيؤدي حاجات زي كده تصبنا بالحزن. بيؤدي الاكتئاب الحزن على فكرة. ما هو امتى بقى يؤدي الاكتئاب؟ لو الحزن ده استمر كتير وكان معاه حاجات داعمة ان الحزن ده ياخد اشكال متحوره كده، عارفه زي ما الكورونا اتحورت. هي في الاول كانت جايه لنا كورونا صريحه، بعد كده ابتدت ايه تتحور. هي كده الحزن لما بيبقى فيه محيط، عارفه زي المحيط كده معين للبكتيريا كده تنشط، هو كده لو المحيط اللي حوالين الحزن ده اداله الفرصه وانت هيأسي له الفرصه ان هو ما يبقاش حزن بس، وطول معاكي المده وانت ما انتبهتيش، هيوصل للاكتئاب. طب ما هو ده بقى ده نتيجه ان الاهل والاصدقاء ما بيتدخلوش مع الانسان. مثلا حد فقد حد عزيز عليه، انا فقدت مثلا حد عزيز عليا قوي فاكتئبت. وبعدين على فكره في بني ادم الحزن عنده بيختلف، يعني انا ممكن احزن جامد قوي غيري ما يحزنش عادي، موقف يعدي طبعاً عليه طبعاً كل مع ان ممكن تكون نفس مكانة الشخص ديت هي واحدة، سواء مثلا والده والدته استجابتنا مختلفة طبيعي. فدور الاهل ودور الاصدقاء. طيب الفرق الاول بين الحزن والاكتئاب، اول سؤال، احنا قلنا الحزن مشاعر كلنا عارفينها مشاعر الحزن، لكن الاكتئاب لازم الحزن ده يستمر معانا ويصاحبه حاجات تانية مش حزن بس. يعني ممكن واحد يبقى حزين لكن ما عندوش مثلا قوة الانسحاب اللي عند المكتئب، يعني المكتئب بيبقى عنده رقم واحد ان هو منسحب، فاقد للشعور باللي حواليه، مش مندمج، بيبقى فاقد للشغف، فاقد للحماسة، مش حاطط نفسه في وسط الخطط اللي الناس حواليه، مثلا احنا كلنا هنعمل كذا، لا انا مش معاكم، بيبقى منطوي. بيبقى في كمان دلوقتي اعراض بقت مستترة شوية للاكتئاب، زي ان هو يبقى اضطراب شهية، في ناس تجيلها باكل كتير او ناس تانية مش عايزه تاكل باليومين والثلاثه. ممكن يجي صداع مستمر، صداع نصفي رهيب، ممكن يجي اضطرابات في المعده كتيره. فلو لقينا القولون وحاجات ممكن كمان تؤدي في السكر والقلب وامراض نفس جسميه، بيبقى نفس المشكله في النفس وفي الحزن وفي الاكتئاب بتؤدي لامراض تانيه في الجسم. فلو ما لحقناهوش يا ريت ننتبه. لو عندنا بقى الاعراض دي بتاعه الانطواء والحزن الشديد، فقدان الحماسه، اضطرابات في النوم، اضطرابات في الاكل، صداع مستمر، في اعراض من دي، نلجا لحد مختص ونطلب الدعم وناخد خطوات سريعه، ما نفضلش ايه مهملين في الموضوع ده. بالنسبه للفرق بين الحزن والاكتئاب، ما هو بقى ده اللي انا بتكلم فيه اللي هو مع حضرتك، اللي هو ايه دور الاهل والاصدقاء. اكيد طبعا ليهم دور كبير جدا طبعا. ولو لاحظنا ان احنا هنلاقي اغلب المكتئبين بيبقى يعني هو في وادي والاهل في وادي، يا اما كده هو حاجه من الاثنين، يا اما هو في وادي وهم في وادي، يا اما على الصعيد الاخر هم متدخلين بفرض راي وباساليب تربيه وحشه جدا، او مش معترفين، في تنمر شديد من الاصدقاء، او في مشاكل مش معترفين هو عنده اكتئاب اصلا، اهمال للطفل او للولد او للفرد ده في العيله او في الاسره. يعني ممكن الاهل والاصدقاء يخرجوا الانسان المكتئب، يساعدوه كتير، بس هو طبعا لازم يكون هو عايز، لكن هم اصلا سبب ان هو يوصل للاكتئاب. يعني من البدايه خالص هم الف ب ان ممكن يوصلوا شخص للاكتئاب حقيقي. طب الانسان انطوائي لا، هو في ناس انطوائيه لكن عايشه حياتها عادي، هي بتحب العزله
مش مكتئب. مش مكتئب. يعني ده مش مش اجتماعي، لكن هو مش مكتئب.